اولد تشاينا، الصين القديمه، شارع في شنغهاي رائع ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف تصميم البنيان رائع ما شاء الله. Thank you. Thank you. Thank you. الصين القديمة، شارع الصين القديمة أو يسمونه الأول تشاينا في شنغهاي، مرممين المباني أو مصممين المباني تصميم طراز بيوت الصين القديمة. شارع رائع حقيقة في شنغهاي، النيو وورد، مسمينه شنغهاي نيو وورد، شنغهاي العالم الجديد. ما شاء الله جمال التصميم ما شاء الله. الآن أنا في طريقي لياو جاردن أو ليانينغ جاردن، حديقة رائعة جدا في شنغهاي، بحاول ألحق عليها قبل الغروب بعدين نكمل تصوير بهذا الشارع. شوف الصينيين نفسهم، الصينيين معتزين في تراثهم وتاريخهم، يتصورون في المنطقة دي، فما بالك من السياح اللي يجون من خارج الصين. رائعة ما شاء الله المنطقة. Thank you. Thank you. ما شاء الله أسواق الأول تشاينا خرافة صراحة، رائعة مرة رائعة. تلقون الأسعار الرخيصة والأسعار الغالية، فيه على جنبات السوق بازار ممتاز، راح إن شاء الله نزوره ونوثق لكم. شوفوا أسعار رخيصة، 20 رمبي، من 5 رمبي ل20 رمبي. سوق الأول تشاينا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا المباني كيف رائع، السوق رائع في شنغهاي الصين، خطير 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 السوق بمعنى الكلمة. سلام. بالمناسبة في المدينة هذه الأول تشاينا أو في الصين القديمة، منطقة الصين القديمة، فيه اليونغ يونغ جاردن أو الياو جاردن. حقيقة ما أسعفني الوقت وألحق عليها قبل لا تقفل، لأنه تقفل الساعة 4 العصر، فقال لي إن الحديقة قفلت. حديقة رائعة تعتبر من أهم الوجهات السياحية في شنغهاي، ما لحقت عليها للأسف، لكن أنا بوثق لكم الصين القديمة أو الأول تشاينا. ما شاء الله تبقى مطاعم عندكم، الأسواق، مستلزمات النسائية والخردوات وألعاب الأطفال. الله 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 الله، رائع رائع السوق، سوق جدا رائع. جميلة المنطقة، 15 رمبي القطعة، 7 ريال سعودي. شوفوا ما شاء الله الساعات القديمة التراثية، تلقونها هنا ما شاء الله. واو
رائع، ساعات قديمة. شوف المبنى، يا سلام. العالم هنا مجتمع بس ساكل ما شاء الله. الشعب الصيني محب للأكل بشكل جنوني، ممكن يأكل باليوم 5 أو 6 مرات، لا إله إلا الله. أنا ما بحسد الشعب ذا، لكن اللي يصير شيء مو طبيعي. يعني يا ليته يقعد ويأكل، شوف له محل مناسب يبلع هو يمشي. ما شاء الله الشعب الصيني شعب بلوع. تمشي العالم وتصور. اوكي، هذا جروب استرالي رافعين الاعلام مع مرشدين سياحيين. كافي شوب صغير. محل الحلويات المكسرات. خرافة، المنطقة خرافية كبيرة جدا. أوريكم الماب حقها. هذه الخريطة حقت الأولد تشاينا. برضو اللوحات الإرشادية باللغة الصينية والإنجليزية موجودة في المكان. السوق هذا يبي لكم 4 إلى 5 ساعات عشان تدورونه كامل حقيقة، من كبره وجماله. واو، محلات النحت على الخواتم وعلى الفخار. الله، وعلى الخشب. شوفوا، شوفوا كيف ما شاء الله. جوني هذا تزديد لا مم برد بانز انجل كيما تما كل شيء ب10 رندي.
5 ريال سعودي. مره حلو. كاسات. الله. شوارع الصين القديمة كانت بالطريقة هذه. لكم ذيك المجوهرات. محلات نحاسية وتراثية ما شاء الله. الله. Thank you. Hello. Allah makwal. Bye bye. Yeah, this one very nice. Thank you. الباصات السياحية منتشرة في شنغهاي. هذا باص سياحي